السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير، يا أهلا وسهلا مشاركينا الجدد، منورين قناتكم. تم اليوم الكشف عن جينيسيس جي 90 موديل 2022 الجيل الجديد والشكل الجديد كليا جميع الفئات. كما تلاحظون أبرز التغيير صارت في الواجهة الأمامية وفي الشكل الإجمالي للسيارة، حيث أصبح أطول من السابق وأعرض بمقدار 6 سنتيمتر. تصميم جديد فئات الليموزين والفي اي بي. تعتبر جينيسيس علامة تابعة لشركة هونداي، وهي من أفخم السيارات الكورية فئات السيدان. تأتي بشكل شبك كبير، هذه فئة الليموزين. مقاس العجلات 21، مقابض الأبواب مخفية، أضواء أمامية LED، داخلية باللون بيج، مراتب مفصولة مع نظام طي المقاعد، فتحة سقف بانوراما. زي ما تلاحظون فئات الليموزين الأبواب الخلفية أكبر، قابلة للإغلاق بضغطة زر. أثناء طي المقاعد الأمامية، حيث يصبح متسع كبير، فتحة سقف بانوراما كده، وهذه الداخلية باللون الأسود. مقاعد متصلة وليست مفصولة، داخلية باللون الزعفراني. هذه الداخلية باللون الجملي الفاتح. داخلية باللون الأسود. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.